وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. بعدما يذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء يخاطب هؤلاء الأنبياء ويقول لهم إن هذه أمتكم، يعني المسلمين والمؤمنين بالأنبياء من أول الدنيا إلى آخر الدنيا، هؤلاء هم أمة واحدة. لأن الله تعالى ذكر آيات بالنسبة إلى إبراهيم والنوح وزكريا ويحيى وعيسى، وإلى أن يأتي إلى هذه الآية المباركة يقول إن هذه أمتكم أيها الأنبياء، إن هذه الأمة هي أمة واحدة، وأنا ربكم إله واحد ومنهاج واحد وأنبياء متعددون وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني اعبدوني. والعبادة معناها السير في منهاج الله تعالى. قسم من الناس يتصورون أن العبادة معناها الصلاة والصوم والحج والزكاة وما أشبه. هذا لا شك من معنى العبادة، لكن معنى العبادة مشتقة من العبودية ومن العبد، يعني أنكم عبيد ومربوبون ومخلوقون تسمعوا كلام الله ربكم في كل شؤون الحياة. هذه كلها عبادة. العبادة ليست معناها الصلاة والصيام فقط، وإنما إذا مشى الإنسان على طريق الله في النفاق، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في الرهن، في الإجارة، في التربية، في الثقافة، في الاقتصاد، في الطب، في الصناعة، في الزراعة، في الهندسة وإلى آخر القائمة، إذا مشى الإنسان على الطريق الذي قررها الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا يسمى عبد، وهذا يسمى متعبد، يعني أنه يسلك في الطريق الذي اختاره له مولاه وإلهه. الطريق الذي اختاره مولاه وإلهه ما هي مزيتها؟ يعني هل نحن نسير في طريق الله سبحانه وتعالى حتى يمنحنا جنة عرضها السماوات والأرض فحسب؟ هذا صحيح لا شك فيه، أن الإنسان الذي يمشي على طريق الله هذا الله يمنحه جنة عرضها السماوات والأرض. لكن الكلام مو مسألة الجنة للمطيع والنار للعاصي، وإنما الكلام في الدنيا قبل الجنة، وفي الدنيا قبل الآخرة، وفي الدنيا قبل الموت والنار والحشر والنشور. الكلام هنا أن طريق الله، سلوك طريق الله هذا للإنسان راحة وسعادة وعزة وصحة وغنى وحلم وفضيلة. أن الفرق بين الذي يسلك طريق الله والذي لا يسلك طريق الله، الفرق بينهما أن الأول في راحة وسعادة دنيوية، والثاني في شقاء وعذاب دنيويين أيضا. لنتكلم نحن حول الدنيا قبل الآخرة. وإن يأرض الشباب وأرض الشابات أن يستمعوا إلى هذه الكلمات التي نلقيها استماع وعي،
حتى نبين شيئا قليلا من الفرق بين طريق الله والفرق بين طريق غير الله، مهما كان ذلك الطريق لغير الله. يعني لنفرض أن الطريق الذي يسلكه الإنسان وضعه العقلاء، وضعه العلماء، وضعه الدكاترة، وضعه الفاهمون للحياة، هذا الطريق الثاني مهما كان حسنا ومتقنا وجميلا وصحيحا، من المستحيل أن يصل إلى طريق جعله الله سبحانه وتعالى. الآن من المشهور إذا ذهبت إلى الشباب وإذا ذهبت إلى الشابات وتجرب هذا الشيء، تسأل منه أن الإسلام والإيمان وطريق الله لو طبق شنو يصير؟ كل واحد يقول أن طريق الله لو طبق يجلد الزاني، تقطع يد السارق، ويأتي أول ما يأتي بأشياء قليلة ليس نسبتها في الدين والإسلام والإيمان إلا نسبة جزء من مليون جزء. مثل أنه إذا سألت عن إنسان هل ذهبت إلى القصر الفلاني؟ قال نعم ذهبت إلى القصر الفلاني. ماذا كان في القصر؟ أجابك بأنه كان في القصر مثلا وردة. هل الورد كل القصر؟ القصر غرف وصالات ومكتبة وغرفة طعام وأسنسور وما أدري كذا وكذا وكذا، يترك كله ثم يقول أن الإسلام إذا سيطر وحكم تقطع يد السارق. وكثيرا ما يقال أن الدولة الفلانية دولة إسلامية تطبق الإسلام. كيف تطبق الإسلام؟ يقول لأنها تقطع يد السارق، ولأنها تجبر الناس على الصلاة في أوقاتها. هل أن مظهر الإسلام والإيمان فقط قطع يد السارق؟ وكم سارق توجد في البلاد؟ وثم هل مظهر الإيمان أن تجبر الإنسان على الصلاة جماعة؟ وإذا راجعت تاريخ الرسول لم تجد في تاريخ الرسول الطويل العريض العميق أنه أجبر حتى إنسان واحد على صلاة الجماعة، وإنما كان الرسول يقول الذي لا يحضر الصلاة نفاقا، يعني أنه يكون إنسانا مخربا ومنافقا هذا يجب عليه أن يحضر الصلاة. فليس مظهر الإسلام أنه يقطع اليد للسارق وأن الإسلام يجبر الناس على صلاة الجماعة. في الحقيقة هذا تشويه لسمعة الإسلام ولفضل الإسلام وفضيلة الإسلام وإدارة الإسلام للحياة. بالعكس، الإسلام فيه، ونقصد بالإسلام أديان الله، لأن كل أديان الله إسلام. إسلام يعني التسليم لله تعالى. فموسى وأتباعه مسلمون، وعيسى وأتباعه مسلمون، وآدم وأتباعه مسلمون، ورسول الإسلام وأتباعه مسلمون، كلهم مسلمون، يعني أنهم مسلمون لأمر الله. الفريق الذي الله جعله للناس هي فريق السعادة والخير والرضا. ونأتي لكم بأمثلة، وهذه الأمثلة التي أقولها لكم موجودة في القرآن الحكيم وموجودة في الفقه الإسلامي، إنها ليست أمثلة اجتهادية مني شخصيا، وإنما بإمكان كل إنسان أن يذهب إلى الفقه الإسلامي ويرى هذه الأمثلة هل هي موجودة أم لا. ولنأخذ من الأمثلة الحقيقة قلائل، أمثلة قلائل، لأن الوقت لا يكفي لأمثلة كثيرة، فكيف بالاستيعاب لكل الأمثلة؟ نأتي لأمثلة قلائل. المثال الأول، الإسلام ليس فيه سجون. سج ماكو في البلد الإسلامي؟ عجب، سج ماكو في البلد الإسلامي؟ نعم، لأن الإسلام دين الحريات، مو دين السجون والسجناء والسجانين وقوانين السجن. فقط في الإسلام أكو أربعة أشخاص يسجنون، فقط وفقط.
فإذا ذهبت إلى بلد ورأيت ما فيه سجون تتمكن أن تقول إنه طبق قانون الإسلام بالنسبة إلى السجن. من هؤلاء الأربعة الذين يسجنون في الإسلام؟ في الحقيقة هؤلاء الأربعة أيضا قليلين إلى أبعد الحدود. الشخص الأول الذي يسجن في الإسلام ما قاله رسول الإسلام: لي الواجد يحل عقوبته وسجنه. الواجد يعني شنو؟ يعني إني إنسان عندي مال وأنت تطلب مني المال وأنا متوفر لدي المال، طلبت مني أني أطلبك يا محمد 100 دينار أعطني، إني لويت نفسي ما اعتنيت بك، تذهب وتشتكي عند الحاكم الإسلامي وتقول للحاكم الإسلامي أني أطلب محمدا 100 دينار وهو يملك ولا يعطيني. الحاكم الإسلامي يرسل وراي ويقول: لماذا لا تعطيه فلوسه ودينه؟ إذا أقمت دليلا على أني لا أعطي دينه، الحاكم الإسلامي يقول إنه فقير، إنه لا يملك، إنه لا يقدر يطلق سراحه. أما أنه إذا ما أقمت دليلا وثبت للحاكم الإسلامي أني واجد وأني ألوي نفسي، ولهذا في الحديث لي الواجد، يعني أني واجد لكن ألوي نفسي، يحل عقوبته وحبسه. الحاكم الإسلامي يحبسني في غرفة من داره أو من دار صديق له، لأن بناء السجون في الإسلام ما كان، إنما يحبسني في غرفة من داره أو دار صديق له حتى أعطي دين من يطلب مني، ثم يقول لي في أمان الله اذهب. إننا سمعنا أن الحجاج كان له سجن، لكن سجن حجاج سجن على خلاف الإسلام مو على وفق الإسلام، ونحن نتكلم حول القانون الإسلامي ولا نتكلم حول أن يزيد ماذا صنع أو الحجاج ماذا صنع، لأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام وإنما يمثلون حكومات دكتاتورية يعملون ما يشاءون. هذا هو الشخص الأول الذي يسجن في الإسلام. الشخص الثاني الذي يسجن في الإسلام: المرأة المسلمة إذا ارتدت لا عن دليل. قد تكون المرأة المسلمة، المرأة مو الرجل، هاي المرأة، المرأة المسلمة التي ترتد بدون دليل. قد تقول أني إنسانة مثقفة وعندي دليل، ولهذا أني في شبهة أو في شك من الموضوع الكذائي وأني مستعد للمناقشة والمباحثة. لا، هذا حرية الرأي لها. ترتد بلا دليل، هذه المرأة تسجن حتى تتوب. شهر تابت تطلق، يوم تابت تطلق، أسبوع تابت تطلق. هذا هو الشخص الثاني الذي يسجنه الإسلام. الشخص الثالث الذي يسجنه الإسلام هو إنسان أخذ إنسانا ظلما، فجاء إنسان آخر وقتل هذا المأخوذ. يعني مثلا زيد أخذ عمرا ظلما وجاء بكر وقتله، قتل من؟ قتل هذا الإنسان المأخوذ. هذا الإنسان الآخر ظلما لإنسان، هذا يسجن أيضا. يقال له: لماذا أخذت إنسانا ظلما حتى جاء إنسان آخر وقتله؟ هذا أيضا يسجن. الشخص الرابع الذي يسجن هو السارق الذي سرق مرة وهو غني، لأن الفقير بيت المال يزوده بالمال، فإذا لم يجد المال وصار مضطرا وسرقا فسرقته هباء، يعني لا يؤخذ على سرقته وإنما يكلف بيت المال. لماذا أعطيت مال ما أعطيت مالا إلى هذا الفقير حتى يضطر إلى السرقة؟ لا، إنسان غير مضطر وسرق، هذا الإنسان يجرى عليه الحد ويطلق سراحه. مرة ثانية سرق هذا الإنسان، هم يجرى عليه الحد ويطلق سراحه. مرة ثالثة سرق، يسجن هذا. السجن في الإسلام لهؤلاء الأربعة. فإذا سمعتم أن البلد الفلاني يطبق الإسلام
لأنه يجبر الناس على الصلاة، الجبر على الصلاة مو من معالم الإسلام، وإنما عدم وجود السجن في البلد هذا من معالم الإسلام. من معالم الإسلام أن ما فيه سجن. ولله إذا راجعتم التاريخ في زمان الرسول وتعلمون أن الرسول 10 سنوات حاكم أعلى في البلاد، في الجزيرة العربية 10 سنوات الرسول حاكم أعلى، وتحت نفوذه البحرين ومكة والطائف والمدينة وعدة بلاد، والرسول ما كان له حتى سجين واحد. راجعوا التاريخ شوفوا هل أنا الرسول وهو المشرع الأول للإسلام وهو الحاكم المطبق للإسلام، هل كان للرسول السجن وسجناء وسجان؟ لأن في الحقيقة هذه الأمثلة الأربعة التي بيناها والتي يبينها الفقه الإسلامي هذا لكلها قليل الاتفاق. أي غني لا يعطي دينا حتى يجبرون على سجنه؟ وأي إنسان امرأة ترتد اعتباقا حتى يجبرون على سجنه؟ وأي إنسان يسرق مرة وهو غير مضطر ويجرى عليه الحد، ومرة ثانية حتى تسجن ويسجن السارق أو السارق؟ هذن قضايا نادرة نادرة. حتى أنكم الشباب والشابات إذا تسألون آبائكم إلى قبل 50 سنة حتى في هذه البلد ما كان سجون، اسألوا من آبائكم هل كان في الكويت سجون؟ من الممكن أن يقولوا أنه كان سجن بسيط فيه 2 غرفة 3 غرف وفرد أعداد قلائل من الناس، يسجن فرد شهر أو 15 يوم أو 10 أيام. من معالم الإسلام، وإذا قلنا قانون الإسلام وحكم الإسلام وبلد الإسلام وفقه الإسلام، من المعالم أن في الإسلام ليس سجون إلا هؤلاء الأربعة التي ذكرتها لكم. وبإمكان كل واحد من هؤلاء الشباب أو الشابات يراجع الفقه الإسلامي في كتاب الحدود، يعني كتاب الجرائم، الكتاب كتاب الجرائم يسمى في الفقه الإسلامي بكتاب الحدود، يراجع يشوف أنه هل هناك سجن أكو في الإسلام أو ماكو، وهل هناك يسجن أناس أو ماكو. هذا الشيء لأن المصدر موجود، المصدر القرآن والسنة وكتب الفقهاء. هذا مثال. نأتي إلى مثال ثاني، والذي نقول الحكم الإسلامي لسعادة البشر في الدنيا قبل الآخرة، ماذا نقصد؟ لا نقصد اعتباطا، أو لا نقصد على أنه نجدف والتجديف في الكلام، وإنما نقصد أن الإسلام لخير البشر في دنيا قبل آخرته. المثال الثاني مسألة الأرض. الرسول الأعظم ذكر قانونا، هذا القانون إنساني 100%. قبل كونه إسلاميا الرسول قال الأرض لله ولمن عمرها، وهذا رواه عن الرسول المسلمون على كافة مذاهبهم وآرائهم، الأرض لله ولمن عمرها. وهذا شيء طبيعي، البحر لكل إنسان يسبح فيه، هذا تعليق مني، الهواء لكل إنسان يتنفس، الشمس لكل إنسان يستغيء بها، العشب في الصحراء لكل إنسان يرعى غنمه فيه، والأرض لله ولأنتم عباد الله، الأرض لله ولمن عمره. يعني أن كل أحد له حق في أرض ليست ملكا للغير. يعني قد تكون أنا استملكت أرضا، حجرتها، زرعت فيها، جعلت فيها مصنعا، دارا، معملا، ما أشبه، صارت الأرض لي. كما أني إذا ذهبت إلى ماء البحر وأخذت سطلا من ماء البحر، هذا السطل أصبح لي. أما البحر كله أصبح لي؟ أبدا. البحر لمن سبح فيه ولمن اصطاد منه ولمن غاص فيه وأخرج منه الدر، والمطر كذلك والضوء كذلك والهواء كذلك، منابع الثروة العامة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لخير البشر. ونحن من؟ نحن عبيد الله. الله ضيق عبيده في أرضه، وعلى لسان رسوله قال الأرض لله ولمن عمرها. أنت تبني دارا أو مصنعا أو معملا أو مزرعة أو بستانا أو ملعبا أو أي شيء شئت في الأرض لله.
وفي الحقيقة تصوروا إذا هذا القانون الإسلامي القطعي يطبق في العالم، هل يبقى هناك أزمة السكنة؟ وهل يبقى هناك إنسان بلا مأوى؟ وثم هذا القانون يتم بقانون ثاني إسلامي، وهو قانون أن كل إنسان له حق في مأوى، فإن تمكن منه فهو، وإن لم يتمكن واجب على وزارة المالية الإسلامية والذي يسمى ببيت المال مساعدته. يعني أنا لو تمكنت أن أبني لنفسي دارا في أي بقعة من بقاع الأرض فبها ونعمة الأرض لله، وعندي فلوس للبناء. أما إذا ما عندي فلوس للبناء وأنا فقير، فالواجب على الدولة الإسلامية أن يعطي هذا الإنسان مالا ليبني دارا لنفسه. وشوفوا الآية الكريمة، الآية الصريحة في هذا الموضوع، يقول إنما يعني فرض، إنما الصدقات للفقراء. مو معنى الصدقات يعني هذا الدينار الذي تعطيه إلى فقير، لا، صدقات التي تملأ بيت مال الإسلام، هذه تسمى صدقات. ولماذا تسمى صدقات؟ لأن الإنسان الذي يدفع يصدق بالله ورسوله حتى يدفع، لأن الصدقة من الصدق والتصديق. إنما يعني فرض، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية المباركة، والتي ذكر فيها ثمان طوائف. هؤلاء واجب على بيت مال المسلمين أن يعطيهم بمقدار أن يعمروا دارا لأنفسهم ليسكنوا فيها. إذا هذا القانون كان يطبق، هل كان أزمة السكنة في العالم؟ ولذا يا شباب ويا شابات، إني أؤكد عليكم أن تقرأوا تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام الطويل ليس فيه شيء يسمى بأزمة السكنة أبدا. لا تجد في تاريخ الإسلام الطويل أن الشيء يسمى بأزمة السكنة. أزمة السكنة تولدت من أن الأراضي صارت محجرة من ناحية، ثم صار الفقير مطرودا من ناحية ثانية، فهؤلاء لا يملكون أرضا ولا بناء في كل العالم، سواء في العالم الإسلامي أو في غير العالم الإسلامي، هؤلاء لم يملكوا شيئا، فبقوا وحدثت عليهم أزمة سكنة. عندنا في القصة جميلة مع سالم عبد الرزاق، لا بأس أن نقولها شاهدا لهذا الموضوع. كان مصر في كرملاء محاكم يسمى سالم عبد الرزاق، هذا كان في عهد عبد الكريم قاسم. هناك في العراق من المتعارف أن الوزراء والمتصرفين والسفراء يزورون العلماء في بيوتهم، إلى الآن متعارف هذا الشيء قليلا أو كثيرا. هذا الرجل في الحقيقة كان إنسان لا بأس بنفسيته، يعني أتمكن أقول أنه كان له نوعية من العقل، وخدم كرملاء خدمة صغيرة، ما نتمكن أن نقول خدمة لا بأس بها. هذا مرة زارنا مع رئيس البلدية، عندنا رئيس بلدية كان في كرملاء ذاك الوقت يسمى بصادق الخطيب. أبو صادق الخطيب عالم من علماء كربلاء، الله يرحمه شيخ محمد الخطيب، وولده رئيس البلدية في كربلاء. سالم عبد الرزاق المتصرف في زمان عبد الكريم قاسم وصادق الخطيب رئيس البلدية زارانا في بيتنا، وأظن المرحوم شيخ عبد الزهرم كان معهما. كلمنا معه في أمور إصلاحية اجتماعية، من جملة قلت له إنكم لماذا تأخذون أمام حرية الناس؟ قال بالعكس، الثورة على تعبيره، الثورة إنما جاءت لإطلاق حريات الناس. ثم قال مثلا أنت ماذا تقصد بالحريات اللي نحن ماخذين أمامها؟ أنا قصمت قبل 18 سنة تقريبا. قلت من جملة حرية البناء، لماذا أنتم ماخذين أمامها؟ لأن كبرى في الحقيقة مدينة تقريبا شبه فقيرة، فهذا الشيء يؤثر على أهلها كثيرا. قلت لماذا ماخذين أمام حرية البناء؟ قال إحنا ماخذين حرية البناء. بالعكس، الآن مدينة الزعيم عبد الكريم قاسم كان يعطي أراضي للذين يريدون العمارة بين كربلاء وبين حور 6 كيلومترات، كان ذلك اليوم تسمى بمدينة الزعيم. لما سقط عبد الكريم سموا مدينة بمدينة الحور. قلت لماذا ما أخذنا من حرية البناء؟ قال بالعكس، إننا نعطي أراضي لكل فقير عراقي
معيلا 200 متر في قبال فلوس زهيد لأن يبدو. قلت له الإشكال في هذا الموضوع الذي أنت تقول. قال شلون إشكال؟ قلت الإشكال الأول أنت تقول نعطي لكل فقير ولماذا الأغنياء يحرمون؟ الغني موم في البلد ولا يخدم البلد؟ الغني يخدم البلد كالفقير كلاهما يخدمان البلد. لماذا فقط الفقراء تقول؟ ثم أراضي عندكم قليلة، أراضي العراق إلى السعودية وإلى الكويت وإلى كذا، كلها أراضي دائرة إلى ما خرج. هذا أولا لمال الفقير. الشيء الثاني تقول الفقير العراقي، ألسنا نحن المسلمين؟ المسلم لا يفرق بين عرب وعجم وهند وترك. وما هي الخصوصية؟ هذا الثاني. الشيء الثالث تقول الفقير العراقي المعيل، ولماذا المعيل؟ أنا إنسان غير معيل، ما تزوجت وأريد أن أسكن دارا، لماذا ما أشتري دار ولا أبني دار؟ والشيء الرابع تقول إني نعطي الفقير المعيل العراقي لأن يبني دارا، ولماذا الدار؟ أريد أبني بستان، أريد أصنع حديقة، أريد أصنع مزرعة، هل الأرض لك حتى تحدث؟ الأرض لله ولمن عمره؟ هذا أربع إشكالات. الإشكال الخامس، لماذا تحدد بالـ200 متر؟ أنا عندي قابلية أبني بيت 1000 متر، 800 متر، 700 متر، 2000 متر، ولماذا تقول 200 متر؟ شنو هالتحديد؟ ثم لماذا تخصص مكان بناء الدار في حي الزعيم وكل أطراف كربلاء أراضي دائرة؟ ولازم إلا في هالمنطقة، أنا أحب أن أبني في منطقة أخرى لأنها أحسن هواء أو أحسن خصوصية أو إشرافا أو ارتفاعا، ولماذا هذا الشيء؟ وثم أنه أنت الذي تعترف أن هؤلاء فقراء، لماذا تأخذ منهم الفلوس؟ أنت تعترف هؤلاء فقراء يجب أن تساعدهم، مو أن تأخذ منهم الفلوس في قبل الأرض. وثم انه لماذا تركضون الناس 6 اشهر؟ لانه ذاك اليوم كان يركضون الناس 6 اشهر حتى ياخذون طابو. طابو يعني ورقه الاستملاك. لماذا 6 اشهر تركض الناس حتى تعطيهم الطابو؟ وبعد ذلك لماذا تحدد الخريطه؟ يعني تقول يجب ان تكون الدار طابقا كذائيا بمتر كذا وعرض كذا وطول كذا. فما أنت والتدخل في حريات الناس أشكلت عليك 10 إشكالات. هل المصرف المحافظ سالم عبد الرزاق في الحقيقة الدقيقة حقه مفتوع، توجه إلى رئيس البلدية صادق الخطيب يلتمس من جواب علي. صادق توجه إلي وقال لي إذا صنعنا مثل ما تقول يوجب الفوضى. قلت أبدا لا يوجب الفوضى لدليلين. الدليل الأول سوابق الإسلام، كان الإسلام إذا نزل في أرض عمر وبنى حتى أرض صغيرة وبلدة صغيرة تصبح مكانا كبيرا. سامراء في عرض 25 سنة المؤرخون ذكروا أن مسافته صارت 60 كيلومتر، وإلى الآن خرائط سامراء موجودة، لأن الإسلام كان يقول كما أن لا لك أن تأخذ أي قدر من ماء هذا البحر لك أن تبني أي مكان شئت بأي كيفية شئت وفي أي وقت شئت. الإنسان كان يعتبر يقل الناس. وكذلك كبرت مدينة بغداد ومدينة فسقاط القاهرة. راجعوا تاريخ المدن يا شباب، راجعوا في الإسلام وشوفوا شلون حريات كانت في الإسلام وكيف أن الإسلام كان يطلق حريات الناس، وأنها له أن معنى الإسلام يسبب سعادة الإنسان، مو قطع يد السارق وجبر الفلان على الصلاة. توقفوا. قلت هذا دليل. الدليل الثاني أن لكم أن تخططوا الشوارع في الأراضي، الأراضي البائرة، خططوا الشوارع، خططوا مكان المدارس والمستشفيات وما أشبه، ثم قولوا للناس أيها الناس في يوم معين تخرج لجنة من البلدية أي إنسان يأتي ونخطط له بما يريد وليبني كما يشاء. هذا علم جو الفوضى؟ سكت. وكان جوابه فرض ضحكة بسيطة وقال سيدنا من يطبق الإسلام؟ قلت أنتم تطبقوا الإسلام، أنتم الذين تقولون جئنا نحن لتحرير الناس، نحن لا نريد منكم تحريرا أكثر من تطبيق الإسلام، لا أكثر ولا. حتى يسعد الناس كلهم.
وفي الحقيقة في الإسلام سعادة الناس. هذا موضوع طويل، لأن فقهاءنا كتبوا كتبا في مبحث الأراضين. مبحث أكو في الفقه الإسلامي تسمى بمبحث الأراضين. إذا تراجعون هذا المبحث تجدون أني نقلت لكم شيئا قليلا من 20 صفحة في الفقه الإسلامي، وفي الروايات الواردة حول إحياء الموات. هذا مثال ثاني، اسمعوا يا شباب. المثال الثالث أن رسول الله فتح مكة، ولعلم الشباب فتح الرسول لمكة كان في شهر رمضان على قول مشهور. الرسول في شهر رمضان فتح بدر، يعني فتح في حرب بدر وانتصر في حرب بدر، وهي أولى الحروب التي وقعت بين المسلمين وبين المشركين. وفي شهر رمضان تقريبا، ما أقول آخر الفتوح لكن شبه آخر الفتوح، فتح مكة. أيضا وقع فتح مكة في شهر رمضان المبارك لذلك الشهر. لكن هذا لا يطلع في الإذاعات كثيرا، يطلع أحيانا، بدر مشهور في الإذاعات وفي الصحف، أما فتح مكة لا يطلع في الإذاعات كثيرا، أحيانا يطلع أيضا. الرسول فتح مكة، اسمعوا يا شباب نريد مقارنة. الرسول اتخذ في فتح مكة 3 خطوات، أيضا نأتي إلى تسعيد الإسلام للإنسان وإسعاد الإسلام للإنسان، وكيف أن دين الله هكذا، والحريات الإسلامية. الرسول لما أراد فتح مكة وصى أصحابه كل أحد لا يقول، قصة طويلة ما علي بالقصة، وإنما إني أريد أن أستخرج 3 كلمات مربوطة بمبحثي فقط. أولا قال لكل المسلمين لا تخبروا الكفار إننا نريد فتح مكة، لماذا؟ قال حتى لا تراك الدماء. أعرضوا هذا الموضوع على عالم اليوم. بارحة كان إذاعة تقول أن بين فيتنام وبين كمبوديا صارت حرب، في هل 8 أشهر قتل فيها 50,000 إنسان. قولوا العالم اليوم، وقولوا لها الأماكن التي تراق فيها الدماء، ودماء الإنسان أرخص من دماء البعوض. الشعر يقول قتل بعوض أعرج، بعوض الأعرج، قتل بعوض أعرج سيئة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. نتكلم عن عالم اليوم، مو مع العالم قبل الإسلام، لا، مع العالم اليوم الذي الإنسان ما فيه قيمة وليس له قيمة، مع حقوق الإنسان ومع كل شيء، وفي كل بقعة من بقاع الأرض سفك الدماء اعتباطا وبلاشا وبلا مقابل وبلا سبب. وهؤلاء هم طمات الحرية، وهؤلاء هم طمات حقوق الإنسان، وهؤلاء هم الذين يحبون البشر، وهؤلاء هم الذين يدافعون عن حقوق السجناء، وهؤلاء هم الذين يدافعون عن حقوق الحيوان، وهكذا يصنعون بالعالم. الرسول قال للمسلمين لا تخبروا أحدا بأننا نريد فتح مكة حتى لا يراق فيها دم. هذا احترام الإسلام للبشر، حتى البشر المشرك، حتى البشر الذي حارب مع الرسول 23 سنة، وحتى البشر الذي قتل أقرباء الرسول، وحتى البشر الذي شرد الرسول وباع داره، يقول بارد إراقة الدماء. هذا الخطوة الأولى. وإذا بالمسلمين فجأة، قلت القصة طويلة ما علي بالقصة، وإنما أريد محل الشواهد الصغيرة، وإنما بالمسلمين فجأة أحاطوا بمكة، ومكة عاصمة، لكن اليوم عاصمة المشركين، عاصمة مال المشركين منذ 4,000 سنة. عاصمة هي مكة، عاصمة قوية من زمان إبراهيم، مكة عاصمة، عاصمة الجزيرة العربية كلها، هذا 4,000 سنة أو 3,500 تقريبا. ولما دخلوا أرادوا الدخول في مكة، سعد بن عبادة رجل من أصحاب رسول الله بيده لواء، أخذ اللواء وأخذ يرففه وأخذ يقول اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم الذي اللحم على اللحم يشعر، ملحمة ملحمة، مو ملحمة مال قصابين والبقالين وما عشا، ملحمة يعني نقتل الناس حتى تحعوا اللحوم على اللحوم. اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى حرمة، يعني اليوم نسمي حرمكم نساءكم كما أذيتمونا أنتم أيها المشركون. الرسول سمع هذا الكتاب، هذا الصياح، قال يا علي أدرك سعدا وخذ اللواء من يده والنادي بعكس ندائه.
فنحن ما جئنا لنقتل الناس ونحن ما جئنا لنسمى لساء الناس. فعلي ركض واخذ اللواء من يد سعد بن عبادة قال بماذا تأخذ اللواء من يدي؟ قال بأمر رسول الله. فأخذه من يده وأخذ يصيح الإمام أمير المؤمنين اليوم يوم المرحمة، نحن لو نخلب نرحم ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم صال بالدم أفتحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه يرضح. اجعل في الإناء ماء يرضح بالماء. تذكرون شربة القديمة؟ شرابة القديمة؟ شرب طلق من الفخار. اجعل في الإناء خل يرضح بالخل، اجعل في الإناء حنظل يرضح بالحنظل المر. الإمام أمير المؤمنين أخذ اللواء من يد سعد وقال اليوم يوم المرحمة، نحن أصلا جئنا لنرحم الناس مو جئنا لنقتلهم. اليوم يوم المرحمة، اليوم تحفظ حرمة، احنا جئنا حتى نحفظ حريم الناس، ما جئنا للسب والهك والأذية. فلما سمع المسلمون والمشركون هذا النداء عرفوا أن سياسة الرسول عدم الحرب إطلاقا، ورسول رصاهم بأن السيوف يجب أن تكون كلها في الأغمار، ولا حق لأحد أن يريق قطرة الدم. هذا الإسلام الذي ندعو إليه والذي نقول نطلبه أن يكون مطبقا في العالم وفي البلاد الإسلامية. هاي نقطة. النقطة الثانية، الرسول جاء إلى باب كعبة وهو راكب على بعيره، وهؤلاء المجرمون الذين قتلوا أصحاب الرسول وعذبوهم وشردوهم ونهبوا أموالهم وسبوا نساءهم، هؤلاء المجرمين الزعماء واقفين. الرسول قال لهم ما تظنون وما تقولون؟ قالوا نظن خيرا ونقول خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الرسول قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. جيبوا هذا الإسلام. إذا سأل إنسان منكم ما هو إذا إسلام طبق في بلد شنو؟ لا تقول يقطع يد السارق، وأنه يخلي الناس بالجو دون صلاة الجماعة، وأنه كذا وكذا. قل إذا طبق الإسلام في بلد السجون تصبح مخازن للحبوب. قل الآن تصبح لكل إنسان غني أو فقير فليعمل بها ما يشاء. قل إذا طبق الإسلام قتل ماكو، هتك ماكو، خلاص بعد فقر ماكو. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي طبقها رسول الله، وحقيقة يا لها من عظمة، هؤلاء المشركون حضروا حربا بعد هذه القضية تسمى بحرب حنين، وهؤلاء كانوا المحاربون جاءوا بأموال كثيرة معهم. لما الرسول انتهى من الحرب جعل يعطي المشركين قبل المسلمين. قيل يا رسول الله لماذا تصنع هذا الصنيع؟ قال هؤلاء المؤلفة قلوبهم، احنا نريد نجيبهم للإسلام للفضيلة للتقوى. الآية الكريمة أيضا نقول المؤلفة قلوبهم، يعني عدوك جيبه مو قتله مو سجنه مو صفعه، هذا مو إسلام. الإسلام يقول حتى عدوك جيبه للطريق، في المال جيبه، في الأحلاق الطيبة جيبه للطريق. أنا دائما أوصل أصدقاء اسم منهم يقولون فلان يعمل منكر مثلا أو فلان كذا، نتركه نقول لا جيبوا بعد 10 سنوات يأتي، خلي أتي. الإسلام دين الجمع مو دين التفريق، الإسلام دين الحرية مو دين السجون. الرسول أعطى المال لهؤلاء الكفار قبل المسلمين، واستفاد الرسول من هذا الخطة لأن مكة عاصمة الكفر والمؤامرة ضد الرسول. الرسول جعل عليها مو الحكومة العسكرية، جعل عليها مو أمن ومباحث، جعل عليها أبدا رجع الطريق، جعل عليها ولد شاب عمره على أكثر الفروض 22 سنة اسمه أسيد، وعلى أقل الفروض 18 سنة. الآن خلاف أكو أن عمره أسيد كم كان، قسم قالوا 18، قسم قالوا 19، قسم قالوا 20، قسم قالوا 22. على أكثر الفروض أسيد ولد شاب، وجعل له يومية 4 دراهم يعني متخيلين فضة. الرسول جعل هذا الولد وهذا الولد لأن كلهم صاروا مريدية الرسول.
الرسول الذي يرونه هكذا يعمل معهم كلهم التفوا حوله. ثم ان الرسول لم يجبر حتى واحدا منهم على الاسلام، رجعوا طريقهم وكلهم مشركون ابدا، لان آية القران كلها اقرار في الدين. قد تبين الرشد من الغي، عليك ان تقول الاسلام دين المنطق، دين العقل، دين الفكر، دين الحوار، دين المناقشه، مو الاسلام دين السيف والقتل والهفك والنهب وما اشبه، وليس الاسلام دين الدبابات والسجون وما اشبه. الاسلام دين الانسانيه، ولا الرسول كان يتمكن ان يسيطر على عاصمه من عواصم الكفر بهذه القوه والعناد، او بالحكومه العسكريه، او بالسلب والنهب والقتل، او بالسباب. ابدا، الاسلام اذا طبق كل الناس يؤمنون في خير، حتى عدو الاسلام رقم هكذا، رقم هكذا، حتى هذا يقولون في خير. ثم الاسلام لم يجبر احدا كما قلنا بان يسلموا ابدا. في تاريخ الرسول 10 سنوات يا شباب راجعوا، اذا الرسول اجبر حتى واحد تعرفوا اللي بيرتبش اذا ما تقدروا اسم. قول الرسول اجبر واحدا حتى واحدا اسلم واجب عليك، ولا قتلتك ولا سجنتك ولا ضربتك ولا قطعت راتبك، حتى واحد ما فاضش. لا الرسول ولا علي في كل تاريخ علي واحد اجبره علي على الاسلام ما فاض. الاسلام دين المنطق، مو دين الاجبار والاكراه والسيف والقتل والتعذيب، مو دين هذا. لذا الناس الذين دخلوا في الاسلام شافوا في الاسلام كل خير. وفي الحقيقة اليوم أيضا إذا يطبق دولة الإسلام كما أنزله الله وكما بينه الرسول وكما طبقه الرسول وعلي، صدق أن هذه العاصمة إذا نفوس مليون في ظرفية 10 سنوات نصيب نفوسها 100 مليون. ناس كل الناس يطلبون الحرية، كل الناس يطلبون الغنى، كل الناس يطلبون عدم التعرض لإنسان في معتقدهم ودينهم ومذهبهم وفكرتهم، من الطبيعي تلتفوا حوله، أنا لا شك فيه. وإنما التفوا حول الإسلام لهذا السبب، لأنهم رأوا في الإسلام الخير، العزة، السعادة، التوفيق، الألفة، المحبة، الأخوة الصادقة، التفوا حول الإسلام لا أكثر من هذا ولا أقل. طبيعي الدين لازم يكون هكذا، دين عيسى نفس الشيء، دين موسى نفس الشيء، لأن هذا دين الله أنزله لإسعاد البشر، لا عنده أهواء الله، لا عنده عاطفيات، لا عنده أقرباء، لا عنده أعداء، يعني عداوة مع إنسان، لا عنده جهل. الله يريد خير البشر، وخير البشر أنزلها مجموعة على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وزكريا وأخيرا على رسول الإسلام. ولذا في القرآن الحكيم الله يقول شرع لكم، يخاطب المسلمين، يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني هاي الدين هو دين نوح في وضع. وفي هذه الآية التي ترناها الله سبحانه وتعالى يذكر الأنبياء ويذكرنا، يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة أيها الأنبياء وأنا ربكم فاعبدون. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.